أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا بسوق أبو المطامير يوم الجمعة معاكم قناة المونش اليوم يوم 15/3/2024 وتعالوا نشوفوا النتايات الجنية البقري في سوق أبو المطامير. الله أكبر. صباح الفل يا غالي. صباحك أبيض تاجر ولا غناء؟ عرفنا باسمك ومكانك. محمد خميس. محمد حميدة قاعد فين؟ محمد خميس أبو سلمة. محمد خميس قاعد فين؟ أبو المطامير؟ شمال التحرير. عاملين كام الاثنين دول بمرض الله؟ 58000. 58000 بسم الله ما شاء الله. معك رقم تليفونك دول حد اس حي؟ الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. 58000 بسم الله ما شاء الله. عامله كام والله؟ صباح العسل. كل سنه طيب. بكام؟ 33 ونص. واحد بلا قال لك والله يا حبيبي يا حاج. او انت كل برضه عن سوق اللحم تقول واحد قال لك؟ لا حي على الصلاه. الله اكبر. 33000 ونص بسم الله ما شاء الله. تجار ولا قلنا ايه؟ تجار. معاك رقم تليفون ناخدوله حد اسحاته وصل معاه؟ كام الرقم؟ 010 9 3 وحايد 8 9 3 8 قاعد فين يا صاحبي؟ بتروج. تروجي تبع ابو المطامير. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك حبيبي يا حاج. كل سنه طيبين. صباح الفل يا كبير. بسم الله ما شاء الله. عامله ايه النتايه الحلوه دي؟ والله دي عامله 32 800. 32 800. عمر كم شهر دي؟ يعني بدي اخش على سنه. داخله على سنه. تاجر ولا قناه؟ لا تاجر. منين حضرتك؟ من الحلوجه. تروجة برضو؟ حلوجة. الحلوجة. الحلوجة ابو المطامير. الله يبارك لك. معاك رقم تليفون؟ معايا. ادولنا لو حد اصحاب وصل معاك. 010 250 30 611 611. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك. صباح الفل يا كبير. كل سنه وانت طيب. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الحلاوه والطعام والمال يا جماعه. اللي يشوف المال ده يذكر الله. واللي احلى من كل اصحاب المال برضو. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. اوعى يا ابني كده يا ابني عايزين نشوفك لعشنا. الله اكبر. خليط سمنتال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عمرك كم شهر دي يا عمتي؟ ان شاء الله عمره سنتين. ايه سنتين يا معلم. ان شاء الله. الله اكبر. يا دوبك سنه وشهرين. ان شاء الله. الله يبارك لك. عامله كام بمرض الله؟ 35000. تاجر حضرتك ولا قناع؟ لا شاري. شاري واحد بيع يعني؟ وبيع من الفلاح. الله يبارك لك. طب معك رقم تليفون ناخده له حد اس حي؟ ان شاء الله. كام الرقم؟ 012 7 640 640 94 20 20. قاعد فين يا صاحبي؟ انا قاعد هنا في السوق. قاعد في السوق هنا يعني؟ جار السوق. جار السوق هو ابو المطامير. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواد. الله يبارك لك. ونشكر قناه المواشي ونشكر الراجل اللي حمل اللي بيصور. الله يبارك لك. الناس اللي الحلوه كلها في قناه. الله يبارك لك يا حاج وسط حالك. صباحك ابيض وانت طيب يا صاحبي. الله يبارك لك. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. العجميات والنتايات الجنيه في سوق ابو المطامير. انا جاي لك اهو. صباح الفل يا حاج. صباحك ابيض. اعمار كم شهر كده؟ سنة كده. عمر سنة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بس الحاج يقول لي على السفرة دي سنتين. نقول له يامي. ايوه. ما نقول له بس. الله يبارك له ويصلح حاله. بسم الله ما شاء الله. انت تاجر ولا قناي بقى الاول؟ زراعة. منين حضرتك؟ من كوم الفرج. كوم الفرج تبع ابو المطامير. الاسم طيب؟ منصور شعبان عبد الغني. المعلم منصور شعبان عبد الغني. ديت بكام ودي بكام؟ الله وكيل بمعرض الله. ورزقك على الله. والله دي ب 31 ودي 31 الا 200. 31 31 الا 200. معاك رقم تليفون ناخد له حد عايز حاجه؟ ادينا الرقم. 010 11 76 76 8350. الله يبارك له حاج منصور يا حاج. صباحك ابيض يابا. كل سنه وانت طيب. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاد. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. احنا عايزين المصداقيه بما يرضي الله والناس تاكل كلها عيش بما يرضي الله. ليه؟ اللي يمشي بما يرضي الله مش هيتعب ولا يغلى. لكن اللي يغش الله يكفينا شر الغش. ربنا يغريها بالحلال. الناس هتصدق غصب عنهم يا رب. ليه؟ لانك انت بتفعل اللي انت بتعمله ده
كله بيعرف الدنيا ماشيه ازاي. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. واهم حاجه ذكر الله ورسول الله. اذكر الله، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. الله اكبر. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. عم الحاج كل سنه وانت طيب. اهم حاجه ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عن الناس كلها يا رب البلاء. اهم حاجه الناس المصداقيه يا جماعه، المصداقيه بما يرضي الله. كله هيمشي وكله هيعيش وكله هياكل عيش بما يرضي الله. الله انا جاي لك يا صاحبي. الله اكبر. الابيض اهوت يا جماعه، الراجل الابيض المحترم. الله يقويه ويعينه ويصلح حاله. صباحكم ابنك ده راجل محترم، انت راجل محترم. صباحكم ابيض. تجار ولا جنيين؟ تجار. عرفنا بالاسم والمكان. عاطف فريد شلبي. المعلم عاطف فريد شلبي قاعد فين يا صاحبي؟ قوم النصر. قوم النصر تبع ابو المطامير المحموديه. قوم النصر المحموديه. وربنا يكفينا شر المرضيه يا رب. يا رب الأذية يا رب. ناس محترمين. المعلم هيثم شعبان النجار. عمره قد ايه يا حاج من الصالحيه تبع المحموديه؟ لا يا ما سنه ونص يا سنه بس. لا سنه وشهرين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليك. ملك القطعان هذول من الممنوعات. الله اكبر. عاملك كم الله وكيل بمرد الناس؟ عامل 34,000 ونص. 34,000 ونص. انت هتقول لنا الحقيقه يا كبير. ايوه. بكم بمرد الله؟ ما هي زي ما تقول. قول بقى. لا مش زمن. قول احنا شارين ب 34,500 وبتنعمل 32 و31. يو بتغرم كده. بتغرم جام. بتغرم. ربنا عدنا منها. ربنا يعديكم منها ان شاء الله. ادونا الرقم ان شاء الله هتلاقوا حد يتواصل معاكم يا اخوتي. معاكم حاجه غيرها؟ معايا اللي بس ده. الله يقويكم. ادينا الرقم يا صاحبي. 010 95 95 7123 7123 8 6 8 6. الحاج عاطف شلبي. الحاج عاطف شلبي. وبعدين نهاركم ما ابيض طالما معاكم الرجل الابيض ده. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. وكل سنه وانتم طيبين يا رجاله. وربنا يعود الايام الطيبه علينا وعليكم بخير. قال له 32,000. تجاوز والله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. انا سالوه كده بكام؟ هو بكام دي يا عمده؟ والله ب 32,000 فعلا. انا صورتك وانت بتقول له والله 32. شايفين المصداقيه والامانه يا جماعه؟ الله يبارك لك يا حاج. في مصداقيه وفي امانه. اهم حاجه المصداقيه والامانه. كله ياكل عيش ويمشي. بسم الله ما شاء الله. الله. انت بتشتري منه يا صاحبي؟ انا عاوز ناخدها. طب ما تاخدها والله حلوه يا عم. نظيفه وعجله طاهره وان شاء الله ناخدها باذن الله. بسم الله ما شاء الله. الراجل بيفرج يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حضرتك تاجر يا حاج ولا قلنا؟ ان شاء الله تاجر. منين حضرتك؟ من 10 مدرسه. من 10,000 مدرسه. على 10,000 مدرسه. بسم الله ما شاء الله. تبع ابو المطامير. معاك حاجه غيرها تاني؟ معايا لا دي اخر حاجه معايا. يعني موجود عندك نتاهات تربيه لو حد عايز حاجه؟ ادينا رقمك. طيب 0100 0100 949 949 8055. الاسم طيب؟ بسيوني الغول. المعلم بسيوني الغول. الله يبارك له ويصلح حاله. جماعه الغول ناس محترمين. الله يبارك لهم ويصلح حاله. كل سنه وانت طيب يا غول. نهارك ابيض ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. النهارده 5 رمضان. كل عام وانتم بخير. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المعاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.